السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت محتاج معلومات خاصة بالخرائط فممكن نستخدم openstreetmap.org. هنعمل زوم على الجزء اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا بلاش اكاديمية الشرطة، خلينا نشوف مثلا الياسمين 2 اهيت، وتقول له اكسبورت وتقول له اكسبورت، فهو هيصدرلك الملف في هيئة اسمها OSM، وده بيتعامل مع برامج ال ArcGIS وبرامج ال QGIS وبرامج ال GIS على طول. فهتقدر تحمل الملفات اللي انت عايزها مجانا وبدون اي مشاكل خالص، بدون اي فلوس.